الله وبركاته. أبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، ولادة الصديقة الزهراء بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناسبة التي تشد النفوس وتستهوي القلوب لما تمثله هذه الشخصية من موقعية في قلوب الأمة، وكما عبر عنها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين. فهي ليست لعالمنا، وإنما لكل العوالم. فهذه الشخصية التي تربت في أحضان النبوة وتغذت في بيت النبوة، فعظيم أن تخلد وأن تعطى هذه المكانة في نفوس الأمة، وليس في نفس طائفة دون أخرى. فهي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين، هي كذلك فاطمة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عرفها فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة ابنة محمد. وهي قلبي وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ما أحوجنا أيها الأحبة أن نستلهم من الزهراء الدروس والعبر، فهي البنت التي عبر عنها الرسول الأكرم أنها أم أبيها، لما وجد فيها من رعاية ومن اهتمام بالغ بشخصيته. وعندما نقف في هذه المناسبات علينا أن نستحضر الزهراء زوجة في بيت علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد كانت الأنموذج الأمثل للزوجة. وعندما نقف في هذه المناسبات علينا أن نستحضر الزهراء أماً، فهي أم لسيدي شباب أهل الجنة عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه النماذج
يجب أن تبقى حاضرة في وعينا وفي ثقافتنا وفي فكرنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا في زمن ساده العبث وتضيع الهوية، وأصبح الواحد منا يبحث له عن قدوة هنا وقدوة هناك لا تتصل بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يأتي الدور الكبير لهذه المناسبات لأن تجذر هذه الشخصيات في واقعنا لكي تكون نبراس هدى وسفينة نجاة لهذه الأمة. فالحاجة كبيرة بأن نستهدي بهدى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكم نحن بحاجة أن ندرس هذه النماذج دراسة مستوفاة في كل أبعادها لكي تتحرك ونتحرك معها في كل مفاصل الحياة. الانتماء ليس شكلاً، الانتماء ليس حالة صورية، الانتماء حالة واقعية متحركة في كل أبعاد الحياة. ولذلك ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني فقد أحب ابنتي فاطمة وهو معي في الجنة. فالحب ليس حالة عاطفية وليست حالة مزاجية تنطلق من شخصية لا تنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فليست حالة نسبية أن يؤكد على موقعية فاطمة، وإنما هو الوحي الإلهي أن يكون هذا الموقع لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. والحب هنا ليس جنبة عاطفية فحسب، وإنما ممارسة عملية على أرض الواقع. وقد بيّن ذلك إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هل يكفي هذا المقدار لمن يتصل بمدرسة أهل البيت أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله قسم عظيم، وممن؟ من إمام معصوم. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. تقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. هكذا هي صفات من ينتسب إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك من خلال هذه المناسبات نحن نتعبأ روحيا وفكريا وسلوكيا
وأخلاقيا، ونقيس الإحياء بقدر ما يكون على أنفسنا من تغير ومن ارتباط على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. هذه هي القيمة الحقيقية لهذه المناسبات، تجذر فينا الانتماء، تؤصل في داخلنا الارتباط الوثيق بخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالحاجة كبيرة بأن نقترب من شخصيات أهل البيت لنتعرف عليها. أيها الأحبة، التحديات كبيرة وخطيرة في واقعنا اليوم، تحديات عقائدية، تحديات ثقافية وفكرية، تحديات أخلاقية وسلوكية، تحديات سياسية، في كل الأبعاد نواجه هذه التحديات. فبمقدار ما نرتقي بخطاب هذه المناسبات نستطيع أن نلامس هذه التحديات. وكلما تراجع مستوى خطاب هذه المناسبات عظمت بالتالي هذه التحديات. فالمسؤولية كبيرة لمن يقفون في هذه المواقع. خطاب هذه المناسبات خطاب يبعث الوعي ويستهدي بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويثبت هذه القيم والمبادئ والمثل في هذه المجتمعات. لذلك ينبغي أن لا يكون هذا الخطاب في هذه المناسبات خطاباً لا يعطي اهتماماً ورعايةً لهموم هذه الأجيال. فالجناية الكبيرة على هذه المناسبات أن يتأخر وأن يتخلف خطاب هذه المناسبات. بإمكاننا أن نحيي هذه الذكريات وهذه المواسم ونستمر في هذا الإحياء، ولكن القيمة، كل القيمة، عندما نستثمر هذه المناسبات خير استثمار. اليوم فتاة اليوم تواجه تضييعاً لهويتها، تواجه تغييباً لثقافتها ولأصالتها من خلال هذه المناسبات. ينبغي أن تسترجع فتاة اليوم عنوان العفة وعنوان الحجاب وعنوان الستر، لتكون الانموذج المتمثل لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شبابنا اليوم يواجه تغريباً ثقافياً وسلوكياً وأخلاقياً من خلال هذه المناسبات، يسترجع هذا الشاب هويته الأصيلة المنتسبة والممتدة لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا أيها الأحبة نجد أن هذه المناسبات تتحرك في واقعنا في كل مفاصل حياتنا، لا تنفصل. ويوم أن تعيش حالة التبلد ستتحول إلى حالة شكلية، لا ترتقي إلى مستوى الإحياء ولا ترتقي إلى مستوى التحديات.
فهنا الخطر الكبير أيها الأحبة، وكلنا معنيون من كل المواقع القائمة على إدارة هذه المؤسسات والمشاركة في رفض هذه المناسبات بالوعي الأصيل. لذلك الخطيب يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله، والعالم المتحدث يتحمل مسؤولية كبيرة، والمنشد يتحمل هذه المسؤولية، والشاعر كذلك يتحمل هذه المسؤولية في أن يربط هذا الجيل بخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تخرج اليوم علينا بعض عناوين تستهوي بعض نفوس أبنائنا بعنوان التحضر، بعنوان الانفتاح، بعنوان التقدم، بعنوان المساواة، وكلها تستمطن رؤية تبتعد بهم عن إسلامهم وعن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالتحضر المعني هو تجاوز لما هو متسالم عليه في مدرسة أهل البيت، والانفتاح المعني الذي يريده الغرب منا هو أن نتمرد على أحكام الله. عندما تتمرد على أحكام الله هو هذا الانفتاح، وعندما تلتزم بأحكام الله هو هذا التزمت والانغلاق. هكذا تروج لنا هذه البضاعة من خلال هذه المؤسسات ومن خلال هذه المناسبات. نستطيع أن نعالج هذا الواقع الذي يعاني من أزمات وأزمات. أبناؤنا اليوم بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى احتضان. فلربما إذا لم تلبي طموحاتهم هذه الخطابات سينفصلون عن هذه المآتم وعن هذه المؤسسات. إذا لم يجد شيئاً يلامس احتياجاته سينفصل عن هذه المآتم ويبحث له عن مواقع أخرى. لذلك المعنيون مطالبون اليوم بأن يرتقوا بمستوى الخطاب لهذه المناسبات. إدارات المآتم مطالبة اليوم بأن تبحث لها عن الكلمة الهادفة والكلمة المربية والكلمة الواعية. لربما بالأمس كان هناك نمط من الخطاب متقبل، أما اليوم فقد لا يشبع الكثيرين. لذلك إدارات المآتم كذلك هي معنية. موسم كبير من وفاة الزهراء إلى ولادة الزهراء، تنتهي عشرة وندخل في إحياء عشرة، تنتهي عشرة وندخل في، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله ما هي الحصيلة على واقعنا اليوم؟ جبنا خطباء، مجموعة من الخطباء، ما هي حصيلة هذه المواسم على واقعنا اليوم؟ خلنا نقيس. لربما لا تكفي العشرة، نحتاج إلى المئة، ولكن المشكلة، كل المشكلة أيها الأحبة، في طبيعة التوظيف وليست في الإحياء. الإحياء مهما تعدد فلا يمثل أي مشكلة، ولكن هناك نمط من الإحياء قد لا يلامس هذا الواقع.
فنحن بحاجة أن نرسم رؤية واضحة لكيفية هذا الإحياء وكيف يستثمر ليعود بالفائدة الكبيرة على مجتمعاتنا، على أسرنا، على واقعنا اليوم. لربما هذا الشخص يحضر إلى هذه المؤسسات وفي واقعه خلل، في أسرته خلل، علاقته مع زوجته فيها خلل، مع أبنائه. قبل أيام أقرأ في إحدى الصحف المحلية خبر عن عدد حالات الطلاق في البحرين خلال 6 سنوات، 11,000 حالة طلاق، 11,000 حالة طلاق. لو قسمناها على 6 سنوات كم تطلع السنة؟ ها؟ في الجرائد موجود؟ لا، ليس مبالغ. من خلال استفساري من أحد القضاة أجاب لي الإحصائية. إذا أخذنا في أقل حالات في اليوم الواحد، 4 حالات في اليوم الواحد، في الأسبوع كم؟ 5 أيام، خذ 5 أيام كم يطلع؟ 1,833. لا تحسب مقابل الزواج، احسب نفس نسبة الطلاق. نعم، هذا الرقم مو على فقط منطقتك أنت، خذ نسب أخرى في مناطق ودول أخرى. النسب متقدمة على البحرين، البحرين هي في المرتبة الأقل، ولكن العدد مخيف ومقلق، العدد مخيف ومقلق بأن تصل حالات الطلاق إلى هذا المستوى، 11,000 حالة طلاق في 6 سنوات، والأسباب كثيرة. فأقول أيها الأحبة، نحتاج أن نلامس هذا الواقع لنعالجه بواقعية لا بمثالية. قد تكون هناك بعض العلاجات مثالية غير قادرة على أن تتحرك على الواقع. نحتاج إلى كل المؤسسات تكون ناشطة وعاملة في أن تعالج هذا الواقع الذي نعيشه اليوم. وأحد هذه المؤسسات هي مؤسسات المأتم الحسيني، لما يمثله من موقعية متقدمة في نفوس هذا الشعب وهذا الارتباط الوثيق بهذه المؤسسة. لذلك أيها الأحبة، هذه المناسبات مناسبات عظيمة، هي دروس وعبر، وكلما ارتقينا بمستوى أدائها ارتقينا بمستوى الوعي وبمستوى السلوك والأخلاق لأبنائنا ولهذا الجيل. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.